احنا كي ما نحموش كي ما تحميش انت بيتك ما تنتظرش انه الانسان الاخر ما يجيش يسرقك، تخلي البيت تاعك محلول، التواقي محلولين وتقول لهم سرقوني، ما كانش منها. لكن تكون عندك الحماية وتكون داير استراتيجية من أجل حماية الموروث الثقافي هذا. الموروث الثقافي راهو عنده قيمة تقدر تستعمله في التاريخ، تقدر تستعمله في اللي تعرف الثقافة تاع البلاد هذيك. احنا كما تشوف الحملات تاع التجنيس في عند المغرب، في المغرب حملة تاع التجنيس، هو الناس يحسبوها شغل من أجل سواد عيون. أنا عرض على تعرضت علي بها على الجنسية المغربية. على كل حال ما عنديش مشكل مع المغرب، لكن نحس بلي مش سواد عيوني، فهمتني؟ لو كان جيت انا تعرضت لي كانسان عادي نقول محبه سبحان الله لا اله الا الله محمد نحير، لكن كاين نوايا، كاين ناس تخدم، كاين ناس تهندس للامور هذه.